سبحان الله في السويد بيخلص ورد بيطلع ورد له ريحة. يعني كان السورين راح السورين، كان شو اسمه نوع تاني نسيت اسمه، هلأ بذكر لكم اياه، كمان رائحته عطيرة جدا. هلأ طلع هذا ريحته بتطير العقل يا ناس. يا الله ما أجمل عطر هالفواح، يا الله يا الله، سبحانك يا ربي سبحانك يا الله. إذا بالدنيا ريحة حلوة هي، كيف بالجنة يا ربي؟ كيف بالجنة؟ دخلنا عليها يا الله. الله ما أجمل هذه الرائحة، الله الله الله. كنت أتمنى تشموها. هي شجرة كبيرة، في كثير منها بالسويد، شوفوا شجرة كبيرة كبيرة جدا هذه الشجرة. فسبحان الخالق المصور هو الله. يا الله ما أجمل رائحتها.